انت كيف بتسترجي تفوت على غرفتي؟ كيف فتت لهون؟ عن جد شيء حلو، رجعتي لجانسي، فكرت طريقتك بتتغير معي هون. كيف بتسترجي؟ عن جد؟ عم تحكي وكأنك وردة ناعمة وحساسة وبتدبل إذا قطفتها. ليش عم تمثلي التقل علي؟ شو ما بتعرفيني يعني؟ ليكي، أنا خليتك تعيشي أحلى أيامك، ولهذا السبب هو جاني. حاجتك مسخرة بقى، واطلع لبرا، اطلع من غرفتي. بهالنعومة هي؟ اطلع لبرا؟ شو اطلع؟ ليش لحتى اطلع لبرا؟ أنا تعذبت لأدخل على هذا البيت وأنت عم تقليلي اطلع؟ أنت رجعتي تحبيني مرة تانية يا مدام؟ قوليلي على شو ناوية؟ لساتني حليوة مثل أول؟ وقت كل العيلة تضرب قصصك وعمايلك السودا، ساعتها تاني هي اللي رح تطالعك وتزتك برات هذا البيت، ورح ترجع عم مستواك اللي هو الشارع. طلع لبرا، فكري بحالك، مو فيني أنا. ماشي، بجوز تنجبري تطلعي من هذا البيت. فكري شو رح يصير فيكي إذا بيزتوكي إليك برا. متأكد إنك رح تتبهدلي. إيشان تزوجني قدام كل الناس وبكل محبة واحترام، أنا كنت هاي العيلة وأنا كمان بكون صهر هاي العيلة. شي معروف عند كل الناس إنه العيال بتحتفل بصهرة وبترقص حواليه، وإنتي كمان رح ترقصي. مستحيل حدا يعاملك مثل الصهر بهذا البيت سامرات، وما حدا رح يرضى فيك ولا بارتباطك المزيف. انسى انه حدا يرقص لك يا سامرات سينغراثور. اللي مفكر رح يرقصوا حواليك رح يزتوك برا البيت. بكره كل شي مع الوقت رح يبين يا مدام اورمي، استني ورح تشوفي. انتي بلشي عدي الساعات، الدقايق، الثواني، لاني بكل فخر يا مدام رح خليهم يرضوا فيني بهالبيت، وانتي ما رح تقدري ترفضي. بس رح توقفي وتتفرجي وانتي فرحانة. ليكي بالتوفيق من شان مراسمك. طبعا انا اول حدا بشوف وشك ووشك التاني. بعرفك على حقيقتك، بس اللي مفاجئني كتير اني ما كنت متخيل ابدا انه ايشان رح ينعجب بمرة مثلك انتي ومتزوجة من قبل. ملامح وشها حلوة وبتجنن، وعيونها حلوين كمان. تفضلي بنتي، هاي إلك. تسمي خالتي. ليكي داميني، كنتك شكلك كتير حلو، وين لقيتي هيك جوهرة؟ مو نحنا يلي لقيناها، بالحقيقة هي يلي لقتنا. بدك احكي لك القصة؟ بتعرفوا انه ايشان ما عمل شيء ابدا؟ لانه هي يلي تصرفت واجت لعنا وصارت كنت هالبيت. حتى اختي انصدمت كثير وقت شافت حركاتها لكنتنا الجديدة. لو شو ما كان الوضع، واذا كان اللي عم تحكيه صح او غلط، انا شايفة كنتكن كاملة مكملة. سبق وقلت لك ايامك انت هلا خلص راحت. شوفي شو صار. يبدو انه خالتي رح تفيدني كتير. ما انا متأسرة بأورمي، حبيتها منك يا خالتي، حلو كتير. في واحد من العيلة رح يصير خاين. ومرت عمي شكلها مانا مبسوطة كمان، لأنه مبين عليها إنها متضايقة كتير.
حلوة كتير، سمعت إنها محترمة واليوم شفت هالشي بعيني. خليكن عم تمدحوا فيها لنشوف. اطلعوا، قاعدة متل ما بيقعدوا المتزوجين جديد تماماً، عاملة حالة خجلانة من تحت الشال. بتجنني، ألف مبروك. وكأنه هذا أول عرس وأول بيت أحمى بتفوت عليه. مو مشكلة يا مدام أورمي، استني ورح تشوفي شو رح يصير فيكي إذا أنا ما بحرمك من كل هذا الحكي. تعي قابليني. هدول النسوان الموجودين رح يصيروا يحكوا على العروس الجديدة تبع عائلة سينها. هدول النسوان هن رح يقولوا: داميني، شو هالكنة هي؟ جوهرة، إذا ما خليت هالجوهرة بدون قيمة ما بيكون اسمي سامرات سينغراثور. سامرات؟ أهلين، طالعة حلوة كتير. لسه من شوي قلتلي شوفي يا ورجعت عدتها، في مشكلة شي؟ قلي هلأ، أنت عشو عم تتطلع؟ أنا عم أتطلع أبداً ولا شي، بالعكس انسي. حكيلي شبك، شوفي. عطشان، من شان هيك كنت عم أتطلع لتحت، قلت لحالي بروح بجيب مي وبشرب، وتذكرت إنه مو مسمح لي انزل لتحت، مانعيني من النزلة. عن جد بدك مي؟ بس كان لازم تقلي وأنا بجيب لك. هالبيت بيتك، وأنا استنى، مو بس رح جيب لك مي وعصير كمان. لا 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 انسي، مو ضروري. أنا قلت لك رح روح جيب لك، أنت من شو خايف؟ استنى شوي. روحي يا حبيبتي، يلا روحي. هالبنت السخيفة طلعت مفيدة كتير بالنسبة إلي، أكيد رح استفيد من كل فرصة بلاقيها مناسبة، رح تفيدني كتير وتساعدني، وبهالوقت هي رح تغرق بالمصايب بس رح تحميني إلي أنا من الغرق. هذا الشي مضمون.